السلام عليكم يوتيوب. اليوم برضو ما حيكون فلوج، حيكون موضوع جدا مهم كثير ناس تسألني عنه، اللي هو التضخيم والتنشيف. ايش التضخيم وايش التنشيف وايش المفروض نسوي اول؟ يلا نبدأ. اول شيء حنبدأ بالتضخيم. التضخيم هو عبارة عن زيادة الحجم العضلي او الكتلة او الوزن بصورة عامة. والتضخيم طبعا ينقسم الى قسمين، القسم الاول الكلين بالك او التضخيم الصحي، والقسم الثاني الديرتي بالك او التضخيم الغير صحي. النوع الاول بياكلوا اكثر من احتياجهم اليومي، ولكن بيكون اكل صحي فما بيخبصوا كثير، فبالتالي بيزيدوا كتلة عضلية غالبا بتكون صافية، ممكن يزيدوا شوية دهون. اما النوع الثاني بياكلوا بشراهة، بياكلوا اي حاجة، اكل سريع، سكر، حلويات، فبالتالي بيزيدوا شوية عضلات، والاغلب للاسف بيكون دهون ومويات، وهذا الشيء احنا ما نبغاه ابدا. يعني التضخيم في الحالتين لازم ناكل اكثر من احتياجنا اليومي. احتياجنا اليومي هنا لازم ناكل اكثر منه عشان وزننا يزيد. لو اكلنا اكثر بمرة كثير حنزيد فات غالبا، فلازم نكون اكثر من احتياجنا بكميه بسيطه. خذوا احتياجكم اليومي زودوا عليه تقريبا 10%، حيكون هو ده الرقم اللي المفروض تاكلوه عشان تشوفوا زياده وزن منتظمه وموزونه. والزياده الصحيه غالبا بتكون نص كيلو في الاسبوع، اي 2 كيلو في الشهر مو اكثر. اذا كانت اكثر من 2 كيلو اعرف انها غالبا بتكون دهون للاسف. يعني زياده الوزن الصحي بتاخذ وقت، ولكن في النهايه حتديكم شكل مرتب وحلو. اما التنشيف هو خسارة الوزن وخسارة الدهون وابراز العضلات، بنحاول نخسر الدهون مع المحافظة على الكتلة العضلية، فبتكون تقريبا كأنه خسارة وزن، ولكن بنحاول نبرز العضلات، نبين التفاصيل حقت العضلات، فبالتالي بيبان جسمنا ناشف وحلو، بتبان عضلات البطن وجميع عضلات الجسم بسرعة. كيف نسوي التنشيف عكس التضخيم تماما؟ احتياجنا اليومي بدل ما ناكل اعلى منه لا ناكل اقل منه، وفي نفس الوقت نخلي مسافة حلوة، يعني ما ننزل مرة كثير. شوف احتياجك اليومي، نقص منه من 500 الى 700 سعرة كحد أقصى، أكثر من كده ما نبغى، حيصير نزول سريع، ما حيكون موزون، وجسمك لا سمح الله حيترهل وحتخسر عضلات، وهذا الشيء إحنا ما نبغى. حط في بالك إنه ما تقدر تسوي الاثنين مع بعض، التضخيم والتنشيف يتعارضوا مع بعض، لأنه التضخيم بتاكل أكثر من احتياجك اليومي، والتنشيف بتاكل أقل، فمستحيل يتصلوا أو يكونوا مع بعض، فاختار هدف واحد عشان تقدر توصل له بسهولة. عرفنا ايش هو التنشيف وايش هو التضخيم، ودحين جاء الوقت اللي نعرف فيه ايش المفروض نسوي او اي نبدا به. طبعا اختيار التضخيم ولا التنشيف يرجع لك انت، طالع في المرايا وانت حتعرف الجواب. كله في النهايه الموضوع عباره عن رغبه شخصيه ورضا الانسان على جسمه. اذا شايف انه جسمك حابب تزيد شويه حجم عضلي، اتمرن كل اكل حق تضخيم وان شاء الله حتوصل للتباع. بتحس انك عندك دهون وحابب تنشف نشف، ولا تسمع كلام احد انه في النهايه هذا جسمك انت. متى اوقف تضخيم ومتى اوقف التنشيف؟ دائما وانت قاعد تضخم قيس نسبة الدهون في جسمك. لما توصل ل 18% نسبة دهون بالنسبة للاولاد لازم توقف، لانه انت خلاص بدأت تدخل بموضوع بداية سمنة، او يعتبر صرت فوق الافريج. بمجرد ما نسبة الدهون تترفع الى 18% الهرمونات في جسمك شوية تبدأ تتلخبط، هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكور المسؤول عن بناء العضلات بيبدأ ينزل، هرمون النمو اللي هو الجروث هرمون برضه بينزل، فما ينفع تكمل تضخيم. وقتها تاخذ بريك، تسوي تنشيف بسيط لين ما تنزل مثلا الى 12%، وبعدها ترجع تضخم مره ثانيه، تسوي اكثر من سايكل، سايكل اون اوف اون اوف، لين ما توصل للحجم اللي انت تبغاه، واخر شيء تنشف تنشيف اخيره وتحافظ على جسمك. اما بالنسبه للتنشيف لما توصل بين ال10 و12 نسبه دهون بالنسبه للاولاد يكفي، لازم توقف، ما يحتاج تنزل اكثر من كده الا اذا كان عندك بطوله او عندك تصوير او هدف اخر. ولكن كانسان طبيعي او انسان رياضي خليك بين ال10 وال12، هذه النسبه اللي هي تكون صحيه لجسمك، لوظائف عقلك وجسمك كامله، والهرمونات تكون في المعدل الصحيح، وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على هذه النسبه على مدار السنه. وكده اكون قدرت اغطي الموضوع كامل باختصار. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع واستمتعتوا. اللي عنده اي سؤال عن التضخيم تنشيف او اي حاجه يقدر يكتب تحت في الكومنت، ان شاء الله حرد عليكم واحد واحد. واخر حاجه، اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واي شخص مو مشترك في القناه اكد تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه، محتاج دعمك. كان معاكم المارفيت، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.